اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند ابن كثير يقول عبد الله بن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وقد ذبحت بالأمس جزور، ناقة أو جمل يعني، وأبو جهل يجلس مع أصحابه، فقال أبو جهل: من منكم يأتيني بسلى جزور بني فلان؟ فضعوا على كتفي محمد إذ هو يصلي، يعني من منكم يذهب فيأتي بما تحتوي الأمعاء الجزور من الناقة يعني من كاذورات، فضع على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فقام أشكى الناس عقبة بن أبي معيط، فأتى بسل الجزور ووضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتضاحك ويميل بعضهم على بعض. يقول عبد الله بن مسعود: والله لو كانت لي منعة لمنعتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطرحته عن كتفه. فذهب رجل آخر فأخبر فاطمة، فأتت فاطمة يا جويرية صغيرة وأقبلت تشتمهم، ثم طرحت على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذورات. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاث، وإذا سأل سأل ثلاث، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فخافوا دعوته فتوقفوا عن الضحك، ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. يقول عبد الله بن مسعود: فسمى السابع فلم أحفظه، والذي نفس محمد بيده لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوم بدر صرعى وأخذوا إلى قليب بدر. يا الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا تنصروه فقد نصره الله. المولى عز وجل كان ناصره في كل شيء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، نصره في دعوته وفي نشر دينه وفي اختيار أصحابه وعلى أعدائه وفي غزواته وفي كل شيء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.